اوكي بالبارت A I calculate the distance covered by the car. قديش المسافة اللي قطعتها السيارة؟ قد ايه المسافة اللي قطعتها السيارة؟ هلا اللي بده يستخدم هذا الهرم وقت ما حكينا نحن عن الافرج سبيد، شو قلنا بيساوي الافرج سبيد؟ شو بيساوي هي الافرج distance سبيد؟ على دلتا هي الديستانس على التايم تيكن اللي هي الدلتا تي. اوكي هلا اذا بدي اطلع الدي شو بيساوي الدي؟ بيساوي الافرج سبيد ضرب التايم تيكن اللي هو الدلتا تي. طيب هلا اذا بدي ارجع انا للجيفن، اعطيني هو الافرج سبيد، اعطيني اياها 40 سنتيمتر بير سكند، بس ما اعطيني الدلتا تي، اعطيني شيء عن الدلتا تي. لا السؤال ما لا اعطيني، فاذا هي القاعده مش حاستفيد منها. فحبدي افكر بشيء تاني. الشيء التاني اللي بدي افكر فيه هون انه المسافه اللي قطعتها هي السياره. هلا ما تنسوا المسافة، شو يعني المسافة؟ هو طول المسار اللي مشيت عليه هي السيارة، فالتراجكتوري اللي قطعته السيارة هو هذا الارك اي بي، فطول هذا الارك هو بيمثل الديستانس. ماشي طيب قديش بيساوي هذا الارك؟ هذا الارك من الاي للبي، مش هو عبارة عن نص باراميتر، مش نص محيط السيركل؟ فإذا هون الديستانس اللي هي الدي بتساوي البارامتر، يعني هذا صار سؤال الرياضيات، هذا فرع الرياضيات، بارامتر قسم 2، مظبوط ولا لا؟ طيب شو بيساوي البارامتر للسيركل؟ شيء 2 باي ضرب الراديوس 2 باي ار قسم 2، 2 بتروح مع 2 بيبقى عندي باي ضرب الار. طيب الباي قديش عادة بناخدها؟ 3.14. 3.1 والراديوس قديش الراديوس؟ هو 80 سنتيمتر. هلا فيي خليها بالسنتيمتر مش مشكلة، قديش بده يطلع معي الجواب؟ خلينا نشوف. طيب هذا كله حكي، شو بدي فيه أنا؟ بيطلع 251. بيطلع 251 صحيح. اوكي طيب بيطلع 251 سنتي. انتوا الكالكوليتر جاهزة معكم مش هيك؟ طيب تمام، فإذا بيطلع 251 سنتيمتر. هلا إذا بدي أحولها لمتر شو بعمل من السنتيمتر للمتر؟ نص تايم محمية ستامب بالضبط، من السنتيمتر للمتر نضرب ب 10 باور ماينس 2 او قسم 100 يعني هي ذاتها، فبتطلع 2.51 متر. اوكي هي بالنسبه للديستنس. طيب 2 اي deduce the time taken by the car to move from A to B. هلا هون بده الدلتا تي، قديش اخذت هذه السياره وقت لتقطع هذه المسافه من الاي للبي؟ القاعدة يا أستاذ مكمل. هلا بنستخدم القاعدة بالظبط. فإذا هون الدلتا تي شو بيساوي؟ أدي على ديستانس على الأفضل سبيد، هي بتساوي مثل ما شايفين هون بالهرم الديستانس على الأفرج سبيد، فهي بتساوي الديستانس على البي أفرج. طيب ديستانس طلعته أنا بالميتر. هلا بما إنه الأفرج سبيد بالسنتيمتر بير سكند، خليني أستخدم شو؟ السنتيمتر. فإذا نحط 251 سنتيمتر بقسمها على شو؟ على 40 سنتيمتر بير سكند. سنتيمتر بيروح مع السنتيمتر شايك؟ بيبقى عندي شو؟ السكند. طيب إذا قسمناهم هودي على بعض شو بيطلع معكم؟ 6.275. طيب شو اليونت؟ سكند. أكيد السكند. أوكي هذا بالنسبة للبارت A. طيب البارت B، هلا بالنسبة للبارت B
write the expression of the position vectors RA vector والRB vector. طبعا الRA vector اللي هو الOA vector والRB vector اللي هو الOB vector. طيب هات لنشوف الRA vector شو بيساوي. عادة نحن البوزيشن فيكتور شو بيساوي؟ القاعدة مش بيساوي اكس اي فيكتور؟ مظبوط صح. والدلتا ار فيكتور اللي هو الديسبيسمنت فيكتور شو لنا بيساوي؟ دلتا اكس دلتا اكس اي فيكتور. طبعا دلتا اكس اللي هي اكس فاينل ناقص اكس انيشال بالاي فيكتور. اوكي طيب هذه ال RA اللي هي بتساوي OA فيكتور. طيب هي ال X لمين؟ X لل A. X لل A أكيد هي ال X لل A. طيب إذا بدي أطلع ال X لل A يعني ها هذا ال هذا ال X axis طبعا هذا ال positive direction لل X axis. طبعا ما ننسى إنه هذا radius. هي من هون لهون راديوس ومن هون لهون شو راديوس يعني هذه 80 سنتي وطبعا هون الراديوس قديش كمان 80 سنتي. هلا مبين الابسس للاي شو بيساوي 80 مش هيك؟ مش هيك يا استاذ؟ بس هون ناقص 80 ولا زائد 80؟ ناقص 80. ليش؟ لانه الـ A جاي من وين؟ من جهة الناقص من جهة الـ X prime بالضبط. فإذا هون يا أستاذ بدنا نقول ناقص 80 سنتيمتر. طبعا هون بدنا نقول I vector بالسنتيمتر أو إذا بده يحطها بالمتر بقسمها على 100 يعني ناقص 0.8 I vector طبعا هون بالمتر. أوكي هي بالنسبة للـ RA vector. طيب ال RB vector شو بيساوي؟ OB هي ال OB vector. اوكي يعني XBI X هي الابسس لل B I vector حسب القاعدة البوزيشن vector. طيب ال X لل B هلا هون هون بالبلس مش هيك؟ يعني 80 طبعا في ال I vector شو اليونت بالسنتيمتر. طيب إذا بدي أحطها بالمتر في حطة 0.8 طبعا بقسمها على 100 وبتصير اليونت بالمتر. اوكي طيب هي بالنسبه للبوزيشن فاكتورز. طيب بالنسبه لل 2i write the expression of the displacement vector delta r. بدي اكتب الاكسبريشن للديسبيسمنت فيكتور دلتا r. هلا بتتذكروا الفرق بين الديسبيسمنت وبين الديستانس؟ شو الفرق بين الديسبيسمنت والديستانس؟ شو هو الديستانس؟ هو طول شو؟ هو طول المسار اللي ماشي عليه الجسم. اوكي طيب استاذ بعدكم معي؟ الو رحت الكهرباء استاذ. يلا بسيطة حكفي انا لكن حكفي. طيب الدلتا ار فيكتور هي بتساوي الاي بي فيكتور. هلا كنت عم اقول انا شو الفرق بين الديسبيسمنت فيكتور وبين الديسبيسمنت والديستانس. Distance هو طول المسار اللي ماشي على الجسم. اوكي اما displacement هو الخط النار الخط المباشر اللي بيربط الانيشال بوزيشن لهذا الاوبجكت مع الفاينل بوزيشن لهذا الاوبجكت. يعني هالسياره اول شيء اللي كانت هون على الاي على اي مسار مشيت؟ مشيت على هذا المسار. اوكي فطول هذا المسار يا استاذ اذا بحسب طوله لهذا المسار بيطلع هو شو الديستانس. هو بيطلع المسافه. اما اذا بدي احسب الديسبيسمنت قديش عمل ازاحه هذه السياره
فكيف بحسب الـ displacement؟ أنا بحسبه من الـ A مباشرة لوين؟ على B. للـ B. هذا هو الـ displacement vector. أوكي؟ هذا الـ displacement vector delta r. طيب يلا خلينا نحسب الـ خلينا نكتب الـ expression للـ delta r vector. مثل ما اتفقنا نحن الـ delta r vector شو بتساوي؟ مش delta x الـ x بالـ i vector اللي هي x final ناقص x final minus x initial 100%. اوكي طيب شو الـ x final؟ يعني إذا الـ initial هو مين؟ مش هذا الـ initial أول شيء كانت السيارة هون؟ الـ initial هو الـ a والـ final هو مين؟ على الـ a والـ final هو الـ b على b بالضبط. فإذا هون صار في عندي في يقول الـ x final هي الـ x اللي على الـ b ناقص الـ x initial هي على الـ a b i vector. طيب والـ x للـ b معروفة قديش؟ الـ x للـ b إذا بدي آخذها بالسنتيمتر هي 80 بالظبط ناقص الـ x للـ a minus 80 minus 80. بدناش ننسى الـ abscissa ممكن يكون بالـ positive وممكن يكون بالـ negative. طيب فـ minus بـ minus هون صارت plus فبده يطلع معي 160 i vector. طبعا هون بشو؟ بالسنتيمتر. وفي إذا بدكم بالمتر بتطلع 1.6 i vector طبعا هون بالمتر. صرت نحطه صفر هون مش مشكلة. تمام يا أستاذ؟ أوكي. هلا هون عم بيسألني is the magnitude of AB is equal to the covered distance between A and B؟ يعني هل الماجنتيود لل displacement vector هو displacement vector قديش طلع معي؟ لا لا يعني طلع معي 160 i vector بالسنتيمتر. هلا اذا بتطلع الماجنتيود له يعني كانه عم طلع النورم قديش بيساوي؟ 160 اوكي. هذا اللينث او الماجنتيود للديسبيسمنت فيكتور اللي هو الاي بي اللي هو حقيقه هو الاي بي. طيب قديش طلع معي الديستانس انا اذا بتتذكروا؟ 251.2 تقريبا 251 سنتيمتر. فشو بنلاحظ ال 160 وال 251 طبعا ديفرنت. فبيطلع معي هون انه الديستانس ما بيساوي الماجنتيود للديسبيسمنت فيكتور. اوكي؟ هلا مبين ما بيساوي لانه الكار مشيت على هذا الارك فاكيد اللينث لهذا الارك اكيد حيكون اطول من اللينث للخط المباشر بين الـ A والـ B للديسبيسمنت بين الـ A والـ B. امتين الديستانس بتساوي الديسبيسمنت الماجنتيود للديسبيسمنت؟ بأي لما حالة؟ يكون التراجكتوري لينير لما يكونوا ماشيين على نفس لما يكونوا ماشيين بخط مستقيم لما يكون هذا الجسم ماشي بخط مستقيم. برافو عليكم. طيب يا استاذ خلينا نروح للبارت سي. خلصنا اوكي. اوكي هون طيب بارت سي. طبعا هذا ما بدي اياه لدى الفرع. The car completes one cycle. هلا شو يعني the car completes one cycle؟ يعني كان على الـ A يا استاذ وراح ومشي على هذا المسار عمل هذا النص الفت بس لكن هون ما وقفش هون على الـ B رجع كفى طريقه ورجع لوين؟ رجع على الـ A. فهلا قديش عمل نص فتلة ولا فتلة كاملة؟ فتلة كاملة فتلة كاملة.
بالظبط. طيب هلا الديستانس هون كفرد قد شو بيساوي الديستانس كفرد هون؟ بيساوي نص باراميتر ولا باراميتر؟ باراميتر كامل. باراميتر كامل بالظبط، بيساوي الباراميتر. طيب الباراميتر اللي هو 2 باي ار، يعني 2 ضرب 3.14 ضرب الراديوس اللي هو 80 سنتيمتر. طيب اذا بنحسبهم هون قديش بيطلع؟ 2 ضرب 3.14 ضرب 502.4 اوكي بالسنتيمتر. هلا اذا بدي اياها بالمتر بقسمها على 100، يعني بيطلع عندي 5.024 متر. ماشي. طيب 9i write the expression of the displacement vector of the car. بده ال expression of the displacement vector of the car. displacement vector طبعا اللي هو دلتا ار vector. هلا شو اتفقنا نحن؟ displacement vector هو الخط المستقيم او الخط النار، اوكي، المباشر اللي بيربط مين؟ اللي بيربط ال initial position بال final position. بال final position. طيب هلا هون السيارة وين كانت initially؟ على الـ A. على الـ A. وفاينالي على الـ A. 100%. هلا مشيت وفتلت، عملت فتله كامله ورجعت على الاي. طب يعني فاينلي وين صارت؟ كمان على الاي. على الاي، يعني معناتها هون الديسبيسمنت فيكتور الدلتا ار فيكتور هو اي فيكتور. اي ما عادش في يقول اي بي فيكتور. هلا كنت عم اقول قبل اي بي فيكتور لانه كانت على الاي وصارت على البي، انيشيالي على الاي وفاينلي على البي. بس هلا هون بهذا السؤال لا، قال لي طلعت من الـ A وعملت فتلة كاملة ورجعت على الـ A. فإذا الـ initial هون position كان الـ A والـ final position كان الـ A. طيب قديش الـ A A vector؟ zero vector. هذا هو الـ problem line. أوكي. أي سؤال يا أستاذ؟ ثانية. خلينا نطلع منه ونروح نكفي بالدرس. نكفي بالدرس. لا مش هذا. اوكي. طيب يا استاذ هون كنت عم بحكي عن الافرج سبيد مش هيك؟ الافرج سبيد قلت لكم شو الفرق بين السبيد والفيلوسيتي؟ شو الفرق بين السبيد والفيلوسيتي يا استاذ قلت لكم؟ الو بعتوا نعم مش هيك؟ ايه معك يا استاذ. ايه شو ما قلت لكم شو الفرق بين السبيد والفلوستي بعتقد؟ لا. اوكي. طيب السبيد خليني اقول لكم اياهم بالعربي اول شيء، السبيد هي السرعه. يعني تعطيني معلومه عن السرعه بس، قد ايه سرعه الجسم. اما الفلوستي هي السرعه المتجهه. السرعه المتجهه. طبعا هذه الفلوستي بتعطيني معلومتين. بتعطيني معلومة عن السرعة قد ايه سرعة الجسم، وبتعطيني معلومة تانية عن شو؟ عن اتجاه الحركة أو اتجاه الموشن. أوكي، ففي فرق بين السبيد والفلوستي. يعني مثلا إذا قلت لك الـ V بيساوي 3 متر بير سكند. أوكي، فيك تعرف من هون كيف هذا الأوبجكت ماشي؟ إذا صوب اليمين ولا صوب الشمال؟ لا ما في اعرف. يعني هون في اعرف انه سرعه الجسم هو 3 متر بير سكند مثلا، بس بالفيلوسيتي عاده تنكتب كفاكتور، هي عباره عن فاكتور كوانتيتي. اذا قال لك الفي فاكتور
أو الـ V مثلا بيساوي مثلا ناقص 3 متر بير سكند، أو إذا بدي أكتبها كفكتور هي ناقص 3 I فكتور متر بير سكند. شو بتعطيك هذه المعلومات؟ إنه متجهة للليفت. أيوة، هذا بتعطيني معلومة إنه السبيد قديش بيساوي 3 متر بير سكند، يعني السرعة بتساوي 3 متر بير سكند. والموشن هون كيف الموشن اتجاهه؟ رجوع. الموشن يعني هون بدنا نقول بالنيجاتيف دايركشن للاكس اكسس ولا بالبوزيتيف دايركشن للاكس اكسس؟ النيجاتيف دايركشن. ان ذا نيجاتيف دايركشن اوف ذا اكس اكسس. اوكي، هي الفرق بين السبيد والفيلوسيتي. يعني اللي ارجع اكتب لكم اياهم بشكل عام، السبيد والفيلوسيتي الفرق بيناتهم هو كالتالي. السبيد it is always positive ولا ممكن تكون positive أو negative؟ always positive. دايما يا أستاذ حتكون positive. مثل الدستانس دايما يكون positive. ممكن يكون negative المسافة؟ No. فإذا السبيد هي دايما positive، هذه أول شغلة. وهل هي vector quantity؟ No. It is a scalar quantity. هلا شو يعني scalar quantity؟ يعني معناتها إنه عندها بس numerical value. عندها numerical، it has a numerical value. يعني دائما positive، يا 10 يا 20 يا إلى آخره. هلا بالنسبة لل velocity هون it can be positive or negative. بما أنه can be positive or negative، فهي في اعتبارها scalar quantity ولا vector quantity؟ Vector quantity. هي لازم تكون vector quantity. أوكي، هذا الفرق بين speed والvelocity. speed بتعطيني معلومة عن السرعة، قد سرعة الجسم. أما الvelocity بس يعطيك الvelocity، فهذا بيعطيك معلومتين. بيعطيك معلومة قديش سرعة الجسم، وبيعطيك معلومة عن شو؟ عن اتجاه الموشن، اتجاه الحركة كيف، إذا صوب البوزيتيف ولا صوب النيجاتيف دايركشن للإكس أكسس. طيب طيب الأفريج سبيد والإنستانتينيوس سبيد، خليني بس أقول، بدي أحكي عن السبيد هلا بس. السبيد في عندي نوعين من السبيد، في عندي الافرج سبيد اللي اخذنا قاعدته نحن، شو بيساوي ديستانس على الدلتا تي. ديستانس على الدلتا تي. طيب شو الفرق بين الافرج سبيد والانستانتينيوس سبيد؟ الافرج سبيد هو معدل السرعه، يعني بيعطيني قديش معدل السرعه لجسم معين بفترة زمنية معينة، يعني بين لحظتين. أما الانستانتينيوس سبيد، يعني من عنوانها لهذا الكلمة الانستانتينيوس سبيد، هي بتعطيك السرعة على كل لحظة. بالضبط، السرعة على كل لحظة، أو السبيد at a certain instant. اوكي، طبعا هيدا السبيد ات سيرتن انستنت، السرعه بكل لحظه. هيدي وين بنشوفها مثلا؟ انتم ماشيين بالسياره على شو بتطلعوا؟ عداد الكيلومتراج. بتطلع على الكيلومتراج، هذا عداد السرعه. امرار بيكون مثلا على ال 50، امرار بيكون على ال 100، امرار على ال 200. يعني بتصير تعرف انت سرعه السياره بكل لحظه، بكل يعني بهذه اللحظه اسرعت، بهذه اللحظه شو خففت. بس الافرج سبيد ما بيعطيك معلومات اذا خففت انت او اسرعت بفتره زمنيه معينه، بس الافرج سبيد بس بيعطيك قديش كانت معدل السرعه تبعيتك مثلا من صيدا لصور. اوكي، طيب الافرج سبيد. هلا بعدين رح احكي عن الانستنتينيوس سبيد. بعدين حنحكي عن الانستنتينيوس سبيد. اوكي، الافرج سبيد هي بتساوي ديستانس على الدلتا تي.
طيب فور اكزامبل لنحكي عمليا، يعني كيف تطبق هذه القاعده على اذا اعطيني رسم بهذا الشكل. في عندي جسم ماشي على الاكس اكسس، اوكي. هلا شو هن الام 0 ام 1 ام 2 ام 3 ام 4؟ اتفقنا هن البوزيشنز لهذا الجسم ان ديفرنت انستانس. يعني مثلا الام 0 هي البوزيشن للاوبجكت ام على تي انستانت تي 0، هذا على الانستانت تي 1، هذا على الانستانت تي 2، وهذا على الانستانت تي 3، وهذا على تي 4. طيب اذا بدي اطلع الافرج سبيد بين الام 1 والام 3، عاده كيف بنكتبها؟ بنكتبها بهذا الشكل في 1 3. كيف طلع على هذي؟ خلي طلع أنا وياكم. ال V 1 3 بس تشوفوا هيك V 1 3 في عندي اثنين instants هون، يعني معناتها هون طالب مني ال average speed. طيب ال average speed شو اتفقنا بيساوي؟ distance على الدلتا T. مش هيك؟ هي اللي حافظينه. طيب هلا هون ال distance شو ال distance؟ بين أي نقطتين يعني؟ بين الام 1 والام 3 100%. ما هو بدوش هو الافرج سبيد بين التي 1 والتي 3، فاذا المسافه اللي قطعها بين هاللحظتين هي شو هي؟ هي ام 1 ام 3. فاذا المسافه اللي قطعها هي ام 1 ام 3. طيب دلتا تي هون مش قلنا دائما هي تي فاينل ناقص تي انيشال؟ مش هيك؟ طيب وين الانيشال هون؟ ال1 ولا 3؟ ال1 هي ال1 والفاينل هي ال3. فاذا التي فاينل ناقص التي انيشال يعني هي تي 3 ماينس تي 1. اوكي فاذا الافرج سبيد بين لحظتين بين مثلا انستنت تي 1 اند تي 3 هي بتساوي ام 1 ام 3 على تي 3 ماينس تي 1. هلا طبعا الام 1 ام 3 اذا بدي اكتبها كابسسة، تتذكروا بالرياضيات كيف كنت اكتب الابسسة؟ هي الاكس 3 ناقص الاكس 1، بس طبعا هون بدي احطهم بالابسوليوت فاليو. ليش بدي احطهم بالابسوليوت فاليو؟ حتى اريح راسي ويطلع معي الجواب بشو؟ بالبوزيتيف. بالبوزيتيف، لانه السبيد دائما شو؟ دائما بالبوزيتيف، اولويز بوزيتيف. فاجباري احط هون الابسوليوت فاليو. فاذا الابسوليوت فاليو للx3 ماينس x1 على t3 ماينس t1. اوكي؟ طيب خليني اخذ اكزامبل ثاني مثلا. خليني اطلع، طيب خليني اخذ الاكزامبل. عندي a body moving along the x-axis. طبعا مبين عندي هود البوزيشنز. The different positions of this body is shown where the time separating each two successive positions is tau. هذه أستاذ اسمها بنسميها tau، بتكون بهذا الشكل كابيتال T ولكن بتكون مكعوفة من تحت. هذا الرمز بنسميه tau. وشو يعني هذا التاو؟ هو الفترة الزمنية بين كل اثنين positions جايين ورا بعض. يعني مثلا الفترة الزمنية بين الام 0 والام 1 هي شو؟ هي تاو. بين الام 1 والام 2 هي تاو. بين الام 2 والام 3 كمان تاو. اوكي فهمتوا شو يعني التاو؟ اوكي هو الوقت اللي بيقطعه الجسم بين كل نقطتين. هي مثل الديستانس ولكن مش ديستانس، هو وقت بين اثنين بوينتس. هو الوقت اللي بيقطعه الجسم بين كل نقطتين ورا بعض. اوكي يعني اذا قلت لك مثلا شو الوقت اللي بياخده الجسم ليقطع من الام 0 للام 2؟ 1 تاو ولا 2 تاو ولا 3 تاو؟ 2 تاو. 2 تاو لانه اخذ من هون لهون تاو، وبيرجع من هون لهون شو اخذ؟ تاو. فصار شو؟ 2 تاو. هلا بعطيكم، هلا بس اكتب القاعده بقدر اعطيكم طريقه تعرفوا كم تاو. طيب خليني احسب
كالكوليت اول شيء شو بده الفي 1 في 1 2 1 2 طب هذه في 1 2 هي افريج سبيد ولا انستانتينيوس سبيد افريج افريج انت بس تسمعوا بكلمه افريج سبيد يعني هي السبيد بين لحظتين بس تشوفوا هذا الرمز مثلا في 1 او في 2 او في 3 هذا شو صارت صارت اسمها انستانتينيوس سبيد هذا انستانتينيوس لانه هي سبيد بلحظه معينه يعني مثلا هذه الفي 1 هي السبيد ات انستانت تي 1 الفي 2 هي الانستانتينيوس سبيد ات ان انستانت تي 2 الى اخره طيب فاذا الفي 1 2 شو بتساوي ام 1 2 ام 1 M2 اللي هي المسافة اللي قطع الجسم بين الـ T1 والـ T2 صح؟ طيب على شو؟ دلتا T على T2 minus T1 على T2 minus T1 بالضبط طيب M1 M2 إذا بدك تبقى كأبسسة هي الـ absolute value للـ X2 minus X1 مش هيك؟ X1 على T2 minus T1 هلا T2 minus T1 هون كم تاو؟ لك كيف بعرف؟ الاثنين ناقص واحد قديش؟ مش 1؟ يعني هون بيطلع عندي 1 تاو شفتوا كيف بعرف كم تاو في بين النقطتين؟ اوكي استاذ طيب خليني اكمل الـ X2 هوني قديش الـ X2؟ 8 هي 8 الـ X1 هي 2 طيب على التاو اللي هي 200 ملي سكند طيب تعرفوا بدي حول للسكند طيب من الملي سكند للسكند شو بعمل؟ بقسم على ألف تذكروا؟ أو يعني هي times 10 power minus 3 أو قسمي ألف أو قسمي هي ذاتها فاذا اذا بدي احول من الملي سكند للسكند بقسم على الف طيب هذه الطاوله كان فاذا 200 ملي سكند فاذا 200 ضرب 10 باور ماينس 3 سكند يعني بيطلع عندي 0.2 سكند اوكي لازم احولها للسكند طبعا هون اليونت لفوق للاكس 2 والاكس 1 شو اليونت لهم متر طيب عندي هون 1 تاو يعني 0.2 سكند طيب فبيطلع عندي هون 6 طبعا ال 6 اللي بتطلع برات الابسولوت فاليو 6 6 على 0.2 طبعا هون متر وهون سكند فقديش بيطلع عندي الجواب 30 فبيطلع عندي 30 متر بير سكند طيب اذا بتطلع مثلا ال V03 يلا هات لنشوف شو بيساوي الـ average speed بين T0 و T3 أم 0 أم 3 هي المسافة بين الـ M0 والـ M3 على T3 minus T0 بالضبط أوكي تمام طيب الـ M0 M3 أعطيني الـ abscesses لإلها ففي يقول الـ X3 ناقص الـ X0 بالـ absolute value طيب على T3 قديش؟ T3 minus T0 كم تاو؟ 3 تاو ايه بس مجرد ناقص 3 من الصفر 3 ناقص 0 3 يعني 3 تاو اوكي بنعوضهم هون وبيطلع معي الجواب بالمتر بير سكند هذا هو الافرج سبيد استاذ رح تخلص الحصه بدي احكي معكم طبعا على الواتساب بدنا ناخذ اضافه ماشي إجباري أو لازم ناخذ إضافة يعني. أوكي يلا هلا نحكي على الواتساب. مش رح نلحق نحكي إضافة؟ حناخذ إضافة لنشوف أنتم أيمتين، إذا فيكم اليوم بيكون تمام. أستاذ إيم ناخذ اليوم من الساعة 1 للساعة 2 إذا أنت أول حدا الله. خلينا نرتاح منا أحسن.